مواصفات سيارة لكزس اتش اس 250 اتش 2010 الى 2012. هذه السيارة تنقسم الى قسمين، البيس والبريميوم. اما البريميوم فلديها اضافات عديدة جدا وتتفاوت بشكل كبير، حيث هذه السيارة تحتوي على جميع اضافات اللكزس اتش اس 250 اتش. ونبدأ بالاضافات الموجودة على السيارة، وهي اضواء الاي دي من 3 عدسات. تحتوي هذه الاضواء على خاصية الالتفاف على المنعطفات لكشف الطريق بشكل سليم. ايضا يوجد خاصية تعديل مستوى الإضاءة بشكل أوتوماتيكي أوتو ليفلينج في هذه الأضواء. يوجد أيضا سناسر للبارك أسيست أمامية وخلفية، هذا السنسر موجود هنا، حيث يتم تنبيه السائق لوجود أي مادة قريبة من السيارة ليتفادى الاصطدام بها. أيضا يوجد الكشافات الأمامية للضباب والجنط 18 ألمنيوم. يوجد أيضا حساسات غمازات على المري. هذه المري الجانبية أيضا في أعلى صنف مدفأة، يتم تدفئتها في فصل الشتاء أوتوماتيكيا، وهي أيضا مرايا إلكترونية تعمل على تخفيض الأضواء الصادرة من الخلف. عادة ما تكون هذه الميزة في المرآة الوسطية فقط، ولكن في اللكزس توجد في المرآة الوسطية والمرايا الجانبية أيضا. طبعا هناك بصمة على الأبواب لفتح السيارة وإغلاقها، هكذا تفتح السيارة ويمكن إغلاقها بهذه الطريقة. نبدأ في الباب الجانبي للسائق، يحتوي على 3 ذاكرة، حيث يمكن حفظ 3 وضعيات للقيادة. فممكن الشخص الأول أن يضع على L1 الذاكرة للمقود والكرسي والمرايا أيضا، ويمكن لشخص آخر أن يضع L2، ويمكن لشخص ثالث أن يضع L3 الكرسي الثالث. وكما نشاهد هنا يوجد جلد أصلي حقيقي داخل السيارة على الأبواب، وأيضا خشب حقيقي أصلي في أجناب الباب وهاندلز كروم. يوجد أيضا في هذه السيارة الكراسي الأمامية على الكهرباء، حيث يمكن التحكم بالكرسي بالكامل عن طريق هذه الأزرار بشكل كهربائي وليس مانيول، مع وجود اللمبر سبورت لتعديل الكرسي لما يتناسب مع ظهر السائق، ويمكن حفظها في الميموري التي تم التطرق لها سابقا. يوجد أيضا البنزين و فتحة البنزين والفتحة الصندوق الخلفي إلكترونية أيضا، ويوجد أيضا على مفتاح السائق فتحة لفتح الصندوق الخلفي. الستيرينج أو المقود جلد مخيط، أيضا الكراسي الأمامية مثقبة. يوجد هنا كراسي الأمامية تدفئة وتبريد، حيث يتم التحكم بها عن طريق هذه الأزرار هنا. ويوجد مدخل 12 فولت كهربائي، ويوجد مدخل USB ومدخل
اوكسيلاري بورت، مدخل يو اس بي يمكن تحميل الاغاني او القران او الاحاديث او ما شابه ذلك، واستخدامها داخل السياره. ايضا يوجد جيب من الخشب يحتوي على مكاينين لفناجين القهوة أو الكاسات، وهذه الأرم ريست للسائق جلد أيضا، يمكن فتحها ووضع حاجياتك هنا. يوجد في هذه السيارة الهيدز اب ديسبلاي، وهي البروجيكتر الذي يعرض على الزجاج السرعة التي تقود بها بالكيلومتر أو المايل. أيضا يمكن التحكم بالهيدز اب ديسبلاي عن طريق هذه الأزرار لتشغيله أو إطفائه، وإضافة النافيجيشن على الهيدز اب ديسبلاي أيضا، والتحكم بشدة الإنارة، التحكم بمكان الهيدز اب ديسبلاي امامك على الزجاج. ايضا مرايا كهربائيه وتراكشن اوف مانع الانزلاق، وكاميرا اماميه كبسه للكاميرا الاماميه. المقود يتم تحريكه عن طريق هذه الجويستيك كهربائيا لرفعه أو تقديمه إلى الأمام أو إرجاعه أو إنزاله إلى الخلف. يوجد أيضا مرايا ديجيتال كهربائية تحتوي على أزرار برمجة للكراج وباب المنزل، كما يوجد ماوس للتحكم بالشاشة والنافيجيشن. الشاشة الآن مطوية هنا، عند تشغيل السيارة يتم فتحها. أيضا يوجد فتحة، وتعتبر الفتحة هي ستاندرد وليست إضافة، لأنها موجودة على البيس موديل والبريميوم موديل أيضا. يوجد أيضا ما يميز أعلى صنف عن باقي الأصناف، هذه الكبستين هنا، لين كيب أسيست والريدار، فرونت ريدار، أدابتيف ريدار، كروز كنترول، وهي التي تسمح للسيارة بالقيادة الأوتوماتيكية والمحافظة على السرعة أوتوماتيكيا بدون دعس على البنزين أو البريك عن طريق هذه الكبسة، وهذه الكبسة تحافظ على وجود السيارة على المسرب الصحيح لها أو على الشارع، حيث إذا سهى السائق أو نام لا سمح الله أثناء القيادة يتم إرجاعه إلى الطريق عن طريق هذه الكبسة أوتوماتيكيا. يوجد أيضا هذه الكاميرا هنا، هذه كاميرا إنفراريد أشعة تحت الحمراء، يتم تسليطها على عيون السائق حيث تتحسس أن السائق على مستيقظ دائما، حيث إذا كان غير مستيقظ أو شعر بالنعاس أو أغلق عينيه لفترة طويلة من الزمن ولم ينتبه للطريق يتم توجيه تسليط ضوء على عينيه مبدئيا، ومن ثم إصدار إنذار صوتي، ومن ثم إذا لم يستجب السائق يتم توقيف السيارة بشكل أوتوماتيكي وتشغيل الضوء الرباعي. أيضا يوجد كبسة الـ SOS لاستدعاء الشرطة أو الـ 911، كما يتم تحديد موقع السيارة عن طريق الـ GPS في حال الحادث لا سمح الله.